يعني ما معنى العبودية إذا أنت تريد أن تتزوج ما شئت وتأكل ما شئت وتعتقد ما شئت وتقول ما شئت إذا كيف يكون الإنسان عبدا لله وهو يفعل ما يشاء وما يطيب له وما يحلو له كيف وربنا جل وعلا لم يساوي بين هؤلاء وهؤلاء وأنت تساوي بينهم هذا لا يمكن هذا لا ليس من دين الله عز وجل شيء بل هذا حتى ي حتى يمحو الهوية الإسلامية فيكون المسلم كالكافر والرجل كالمرأة